السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم جميعا على قناتكم قناة المقهى الرياضي. بادئ ببدء فلنصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. أولا نعتذر لكم أحبتنا على الغياب خلال هذا الأسبوع نظرا لمشاغل الحياة اليومية وكذلك ضيق الوقت. تعلمون أن المونتاج وتركيب الفيديو يحتاج لبعض الوقت، لذلك أعذرونا حالما تغيبنا في بعض الأوقات. نعود إليكم اليوم لنتكلم عن أمر المنتخب الوطني الجزائري والتربص القادم، والذي سيلعب من خلاله المنتخب الجزائري 3 مباريات ودية: موريتانيا، مالي وتونس. نتكلم عن هذا الأمر في 3 محاور مهمة جدا. المحور الأول وهي الرسالة التي يمكن للخلاطين أن يستنتجوها من هذا التربص إن كان لهم عقل بالطبع. المحور الثاني نتكلم عن أهداف بالماضي من هذا التربص، ماذا يريد بالماضي من هذا التربص. والمحور الثالث هو الكلام عن استدعاء اللاعبين المغتربين الذين لم يقرروا مصيرهم بعد. في انتظار تحليل كل هذا، فضلا وليس أمرا أحبتي، اشتركوا معنا في القناة وفعلوا زر الجرس حتى يصلكم جديد قناتنا. لا تذهبوا بعيدا، سنعود بعد الفاصل. بكم مرة أخرى ومع المحور الأول وهو رسالة إلى الخلاطين. يعني حتى لا يكون الفيديو طويلا سنحاول أن نتكلم 5 دقائق على الأكثر في كل محور من المحاور الثلاث. النقطة الأولى التي نتكلم عنها اليوم هي استقالة برماضي. شاهدتم بعض الخلاطين، بعض شبه الإعلاميين، هم يعتبرون أنفسهم إعلاميين كبار، لكن يا أخي الإعلامي الكبير لا يزج بنفسه في حرب شخصية بين أشخاص وأطراف محددة. الصحفي الذي يحترم نفسه يكون حرا، يكون نزيها، يتكلم من باب الواقع، لا ينزاح إلى طرف من الأطراف المتنازعة، يريد كما نقول أن ينتصر بطرف على طرف آخر حتى ولو كلفه الأمر القضاء على استقرار المنتخب الوطني الجزائري. سمعنا الكثيرين يقولون أنه بالماضي كتب استقالته وهي الآن موجودة لدى الوزارة. سمعنا الكثيرين يقولون حتى لقنوات أجنبية في صورة خسيسة، في صورة بعيدة عن الأخلاق، بعيدة عن احترام منتخب بلدك. إن كنت تكره بلدك على الأقل احترم هذا الشعب الذي يحب بلده، إن كنت تكره منتخبك على الأقل احترم هذا الشعب الذي يحب منتخبه. أنت شخصيا أردت أن تحطم المنتخب قبل كأس إفريقيا الماضية، قصفك جمال بالماضي ووصفك بالمنافق. منذ ذلك الحين لم تهضم هذه الانتقادات، رغم أنه بالماضي لم يقم في بشيء، فقط وضعك في موضعك الذي تستحقه. هنا نحترم الصحافة، نحترم الإعلاميين بطبيعة الحال المحترمين وما أكثرهم، ونتحدث عن هؤلاء الخلاطين الذين يرمون فضلاتهم على مسامع المستمعين وفي أعين القراء. نقول لكم هداكم الله. بالماضي اليوم مع المنتخب الوطني، بالماضي اليوم في سيدي موسى، بالماضي اليوم مع لاعبيه، بالماضي اليوم هو من استدعى اللاعبين. أين الاستقالة؟ أين الفوضى؟ أين كل شيء؟ إذا كنتم تتكلمون عن عبث فقط، كنتم تتكلمون فقط لنشر الفوضى. الحمد لله فيديوهاتنا متواجدة، كنا ندافع عن جمال بالماضي وعن المنتخب الوطني، وقلنا لكم أننا لن نسكت لأمثالكم. سكتنا لكم وقت حليلوزيتش ومررتم أجندتكم وطاردتم حليلوزيتش، أما الآن فلا وألف لا. الأطراف هذه قالت أن المنتخب الوطني ستتم معاقبته، أن الاتحادية ستتم معاقبته، وسيتم إقصاء المنتخب لعامين، وكل هذا الكلام غير الصحيح. الصحفي كما قلنا الذي يحترم مهنته، يحترم عمله، يحترم نفسه قبل أن يحترم من يتلقى عنه منتوجه، عليه أن يكون صادقا،
أن يتحرى المصادر التي يأتي بها من أخباره، لا يتكلم عبثا، هذا إن كان يكتب أخبارا دون مصادر. ولا نتكلم عن من يتلقون الأوامر لنشر الفوضى والفتنة لإسقاط أناس من أجل أناس. إذن كما قلنا، ها هو اليوم المنتخب الوطني في ترقصه، رئيس الاتحادية الدولية إنفانتينو، كلكم شاهدتم أنه كان إلى جانب رئيس الاتحادية الجزائرية في قطر، شاهدنا هناك جلسة بينه، وشاهدنا تهنئة من الفيفا. أين العقوبة؟ أين عدم الاحتراف؟ يعني لقد خبتم في مهمتكم يا خلاطين. قالوا أن بالماضي يريد زوتشي، قالوا عن برماضي أنه هو من يحدد الرئيس، قالوا عن برماضي أنه يريد بقاء زوتشي، قالوا عن برماضي أنه لا يريد عمارة كرئيس. شاهدتم أمامكم، وها هي الصور أمامكم، مارا مع بالماضي في تربص المنتخب الوطني سهرة أمس. كل شيء عادي، شاهدوا الأمر عادي بين الطرفين، لا مشاكل ولا رفض ولا شيء، فقط أوهام من هذه الشرذمة. كذلك نتكلم عن طوبة، تكلمنا من قبل وقلنا أن طوبة أرادوا أن يستعملوه كذلك للتشويش على برماضي، قاموا بمتابعة حساب طوبة، نزع العلم الجزائري، نزع صور العلم الجزائري. أنا أسألكم سؤال فقط، هل ليس لديكم شيء تقوم به؟ إلى درجة أنكم تتابعون حسابات أشخاص وترون ما يقومون به، نزع العلم الوطني، وضع العلم الوطني. يعني طوبة أو آيت نوري أو ريان شرقي في المرات الماضية قالوا بأن طوبة سيقبل دعوة المنتخب البلجيكي ولا دمع لدمة المنتخب الجزائري. هل تعلمون ما هو همهم؟ همهم أنه بالماضي لم يقحم طوبة في المباراتين أمام زيمبابوي وبوتسوانا، وبالتالي طوبة يعني لم يعجبه الأمر وعاد إلى بلجيكا. الهدف من هذا، الهدف من هذا معنى أنه بالماضي يطرد لاعبي. هناك صفحة على الفيسبوك، صفحة معروفة جدا، تقوم الآن بمحاربة بالماضي، بمحاربة خياراته، تصفه بصفات لا تليق بمدرب من حزب الماضي. لكن للأسف هذه الصفحة كبيرة جدا ولديه العديد من المتابعين، وصاحبها مشهور جدا. لا نعلم ماذا يحصل، تريد من بالماضي يذهب؟ بالماضي لن يذهب، بالماضي لن يذهب، قلناها من قبل وسنقولها الآن وسنقولها لكم مستقبلا. بالماضي في المنتخب الوطني، سيدرب المنتخب الوطني إلى غاية كأس العالم وبعد كأس العالم، لكل حادث حديث. الماضي لحد الآن لم يصرح بأنه سيستمر مع المنتخب الوطني بعد كأس العالم، لذلك كل كلامنا سيكون من هنا لغاية كأس العالم بحول الله. قلنا أن طوبة الآن مع المنتخب الجزائري، طوبة التحق بتربص المنتخب الجزائري، لا هو مع بلجيكا، وكذلك كلكم شاهدتم القائمة الرسمية لمنتخب بلجيكا المشارك في كأس أوروبا للأمم التي ستنطلق بعد أقل من أسبوعين. طوبة غير متواجد التشكيلة البلجيكية، طوبة متواجد في تربص المنتخب الجزائري. هل سمعتم يا خلاطين أم لم تسمعوا؟ الواقع يرد عليكم ويرجعكم من حيث أتيتم. المحور الثاني سنتكلم فيه عن أهداف جمال برماضي في هذا التربص. ماذا يريد جمال برماضي من هذا التربص الذي يلعب من خلاله ثلاث مباريات كاملة، أمر لم نعتد عليه في المنتخب الجزائري سابقا. في عهد روراوة وفي عهد المدربين السابقين كنا نكتفي بمباراة واحدة، كنا نكتفي بمباراة واحدة أمام فرق لديها مشاكل إدارية، أمام فرق صغيرة. كلكم تتذكرون ما حصل في مباراة الكاميرون، الجميع طالب المنتخب الجزائري في ذلك الوقت بأن يبرمج مباراتين أمام فريقين على الأقل محترمين. الاتحاد الجزائرية قررت أن تلعب مباراة واحدة وواحدة أمام الكاميرون الذي كان مليئا بالمشاكل الداخلية. زملاء إيطوجا الجزائر جاءوا إلى الجزائر ورفضوا أن يلعبوا اللقاء، وكانت المهزلة مباراة بين الجزائر والجزائر، مهزلة حقيقية حصلت في ذلك الوقت. لماذا؟ لأن الاتحادية الجزائرية في ذلك الوقت كانت تكتفي بلقاء واحد ووحيد، بينما التغيير الذي حصل الآن وهو أن منتخبنا يلعب ثلاث مباريات في أسبوع واحد، وهذا شيء مهم جدا. نلعب أمام موريتانيا، نلعب أمام تونس التي تحتل المركز 26 وهذا شيء مميز جدا، ونلعب كذلك أمام مالي الذي تلعب أو التي تحتل المركز 57 في ترتيب الفيفا. سنعود إلى الترتيب بعد قليل. نتكلم الآن عن سلسلة النتائج. برماضي الآن يريد الحفاظ على سلسلة النتائج التي حققها المنتخب الجزائري، 24 مباراة دون انهزام. هذا رقم عالمي، ليس رقم إقليمي عربي أو مغاربي، أو ليس رقم قاري إفريقي، لا بل هو رقم عالمي. نعم يا أحبتي، لا يوجد أي منتخب في العالم لحد الآن تجاوز الرقم 24 دون هزيمة.
المنتخب الجزائري الآن يريد أن يحقق ثلاث انتصارات أو على الأقل لا ينهزم في أي من المباريات الثلاث حتى يصل إلى الرقم 27، وهو رقم نستطيع أن نعتبره إعجازي لأي منتخب في العالم حتى يحقق، سيعتبر رقما مسجلا باسم الجزائر ممكن لمدة طويلة جدا وممكن لن يتم تحطيمه أبدا. نحن نحب المنتخب الوطني أن يفوز وينتصر، ولما لا نصل إلى الرقم 40 أو 50 أو حتى 60. إذا كما قلنا الهدف هو مواصلة سلسلة النتائج الإيجابية، أولا لتحطيم الرقم المعنوي الكبير جدا، ثانيا لرفع معنويات المنتخب الوطني والحفاظ على استمرارية النتائج والحفاظ على شخصية البطل الفائز، شخصية البطل الذي لا ينهزم، شخصية الفريق الذي يدخل اللقاء لكي يفوز، لكي يحقق النتيجة المرغوبة من طرف الجمهور، سواء كانت هذه المباراة مهمة أم غير مهمة، سواء كانت هذه المباراة رسمية أم غير رسمية. هذه الصفات التي ينبغي أن ترسخ في أذهان اللاعبين وتحقن في دماء جميع أفراد المنتخب الوطني، هذا ما نريده، لأن التراجع في دقيقة يمكن له أن يقضي على كل مشوارك الذي قمت ببنائه منذ قدوم المدرب الوطني جمال بلماضي. الأمر الثاني الذي سيعمل من خلاله جمال بلماضي عليه في هذا التربص وهو الترتيب، ترتيب الفيفا مهم ومهم جدا. قبل يومين خرج ترتيب الفيفا كما تشاهدون، المنتخب الجزائري في المرتبة 33، نيجيريا في المرتبة 31، كذلك عندنا تونس في المرتبة 26، ومنتخب السنغال في المركز 26، ومنتخب مالي الذي سنواجهه يتواجد في المركز 57. أنت الآن بمواجهتك لمنتخب مالي الذي يحتل المركز 57 بتفوقك عليه ستربح بعض النقاط، ليس مثلما تواجه فريقا يحتل المراكز 80 وما فوقنا. نعم أنت قبله في الترتيب وبالتالي ليس كالمنتخب الذي تواجهه وأنت بعده في الترتيب، ولكن تمكنك من حصد نقاط نحو الأمام. والمباراة الأهم والمهمة هي مباراة منتخب تونس التي سنتجاوز فيها المنتخب التونسي لو فزنا عليه. منتخب تونس حاليا يحتل المركز الأول في العالم العربي والمركز الثاني إفريقيا بعد السنغال، لو فزنا على تونس وحققنا نتائج إيجابية أمام موريتانيا وكذلك مالي، يمكن للمنتخب الجزائري أن يكون وصيفا في الترتيب للقارة الإفريقية ومتصدرا للترتيب العربي. وصيف للقارة الإفريقية ماذا يعني هذا؟ يعني أن المنتخب الجزائري سيكون على رأس الخيارات في لقاء السد، لأنه كما تعلمون أصحاب المراكز الأولى العشرة يتم تصنيفهم إلى صنفين، صنف يحتوي على الخمس مراكز الأولى والصنف الثاني يحتوي على المركز السادس السابع الثامن التاسع العاشر، ثم تكون هناك قرعة موجهة هذا الصنف يواجه هذا الصنف، وبالتالي يكون لك خيار أسهل، وكذلك تستقبل مباراة العودة أو تستقبل خصمك في مباراة العودة، وهذا أمر مهم جدا. كذلك الأمر الثالث وهو تجريب بعض اللاعبين البدلاء، أمثال زدكا هذا الذي هو الآن مطلب لفريق مارسيليا. زدكا أفضل ظهير أيمن في الدوري الفرنسي الثاني والذي صعد مع فريق كليرمون فوت لأول مرة في تاريخ هذا النادي إلى القسم الأول الفرنسي، سيعمل بطبيعة الحال على فرض مكانته في المنتخب الجزائري، سيعمل على منافسة عطال في المركز الظهير الأيمن. كلكم تعرفون أن حليمية لا يلعب مع فريقه بريتشكوت البلجيكي، وبالتالي لن يكون بنسبة كبيرة مستدعى لهذا التربص. كذلك عندنا بن عيادة لاعب للأمانة هو لاعب متوسط وإمكاناته لا تسمح له بأن يكون ظهيرا لمنتخب بحجم الجزائري مع كل احتراماتي. اللاعب الذي تم استدعاؤه يانيس حماش في الظهير الأيسر، لاعب وافيستا كذلك يمكن له أن يعني يفجر طاقاته، يمكن له أن يفرض له مكان محمد فارس الذي أصبح لا يلعب كثيرا مع فريق لازيو، وبالتالي بنسبة كبيرة جدا سيصبح خارج حسابات جمال بلماضي. هذه عينة فقط، عندنا العديد من اللاعبين، عندنا زروقي، عندنا أحمد طوبة، عندنا العديد من اللاعبين الذين يمكن لبلماضي أن يجربهم في هذه المباراة الودية، وبالتالي تحديد التشكيلة 23 أو 24 أو 25 لاعبا التي ستذهب مع المدرب جمال بلماضي في رحلة تصفيات كأس العالم والطريق نحو قطر، والتي نتمنى من خلالها التوفيق لفريقنا الوطني والتوفيق. قبل
أن نختم الفيديو أحبتي سنتكلم عن أمر آخر مهم. في كثير من الأحيان تخرج أخبار بأن المنتخب الجزائري يستدعى فلان بالماضي، يستدعى فلان اللاعب الفلاني يريد أن يلعب مع الفريق الفلاني. تكلم عن ثلاث عينات، العينة الأولى هي عوار يا أحبتي لم يصرح ولا مرة أنه سيلعب للمنتخب الجزائري. نعم حسام عوار ولا مرة سمعته يقول أني ألعب للمنتخب الجزائري، رغم ذلك بعض الصحفيين بعض رواد القنوات بعض رواد الصفحات يتكلمون كل مرة عن عوار، يتكلمون كل مرة عن تشكيلة المنتخب الوطني في كأس العالم بتواجد عوار بتواجد ريان شرقي بتواجد أي نوري، يتكلمون كلاما ينبغي له أن يكون مسؤولا لأن هذا الكلام غير مسؤول. أنت تتكلم عن لاعبين لم يبدوا لحد الآن رغبتهم في اللعب المنتخب الجزائري، وفوق ذلك في الماضي قال لكم أني تحدثت معهم وهم يعلمون أني أريدهم والآن أنتظر ردهم، وبالتالي هذا اللغط الذي يحصل فقط هو فوضى، فقط هو نشر للفوضى ونشر للفتنة ونشر للتخلاط داخل بيت المنتخب الجزائري. أيف نوري يتكلمون كثيرا عن استدعائه رغم أنه ولا شيء رسمي، إن جاء مرحبا به، لكن لماذا يتكلمون عن أيف نوري بالضبط؟ لأنه نزع العلم الفرنسي، نزع كل صور العلم الفرنسي هو وشرقي وكذلك هو ريان شرقي. هل تعلمون لماذا أحبتي؟ لماذا؟ لأنه قبل أسبوع أو قبل 10 أيام خرجت تشكيلة المنتخب الفرنسي التي ستلعب كأس أوروبا لأقل من 23 سنة وبنسبة كبيرة جدا هي التي ستذهب للمشاركة في أولمبياد طوكيو هذا الصيف. لذلك اللاعبين انزعاجا منهما نزع كل شيء له علاقة بفرنسا وليس حبا في الجزائر واتخاذ قرار اللعب في الجزائر أبدا. لذلك أنا لا أعلم أين لكم الوقت حتى تتابعوا تفاصيل حسابات اللاعبين الشخصية أيف نوري وكذلك ريان شرقي في الكرة الأوروبية حاليا، هم لا شيء. نعم ممكن أن يكونوا نجوما في المستقبل ولكن الآن هم لا شيء، كيف تتابعون حساباتهم لدرجة أنكم تشمون عندما ينزعون علم، عندما يضعون علم، عندما يضعون صورة، عندما راهي يعني غريب غريب يا جماعة، كفاكم يعني ضعوا قيمة لأنفسكم، احترموا أنفسكم، عندكم منتخب كبير، نحن عندنا تشكيلة نلعب بها. أيف نوري حينما يقرر المجيء للجزائر بالماضي يستدعيه ومرحبا به على العين والرأس، إن اختار فرنسا فهو لا يعنينا ولا نعنيه. نفس الشيء لحسام عوار، نفس الشيء لريان شرقي. حسام عوار مثلا الآن لم يلعب مباراة رسمية مع فرنسا، عاد نفس الأشخاص يتكلمون عن حسام عوار في المنتخب الجزائري. يا ناس خلاص خلاص، يعني كما نقول يعني زدت فوتوا الحد، يعني فتوا الحد كثير، تجاوزتم الحد كثير. عندكم منتخب عالمي، عندكم منتخب محترم، اتكلموا على لاعبيكم، عندكم لاعبين محترمين، عندكم محرز، عندكم عطار، عندكم بالليلي بونجاع، عندكم دولور، عندكم بالناصر، عندكم طوبة، عندكم وعندكم وعندكم. الان تتكلم لي على شبان حد الان مازال ما قرروش لمن يلعبوا، نحن لا نتهمهم، حتى ان اختاروا فرنسا فهو حقهم، لكن لا يعنوني ابدا، لن اتابع اخبارهم ابدا لانه لا يعنيني. لعيبه لمنتخب فرنسا حقه، لكن انا من حقي اني لا اتابعه، من حقي اني لا اشجعه، هذا فقط ما أقوله. لذلك أترككم من متابعة هذه الأخبار التي يعني لا تزيد ولا تنقص، فقط تنشر الفوضى والفتنة داخل المنتخب الوطني. بالماضي هو الرأس المبكر المنتخب الجزائري، بالماضي يعلم من يجلب من لا يجلب، وبالتالي ركزوا فقط على القائمة التي يستدعيها بالماضي ولا تذهبوا بعقولكم بعيدا ولا تضحكوا على الناس، لأن هناك أناس يصدقونكم في كل ما تقولونه. لذلك احرصوا على أن تعطوهم المعلومة الصحيحة من المصدر الصحيح. أحبتي نتوقف عند هذا الحد، أعتذر فقط أطمأ كثيرا، لكن كان هناك نقاط كان ينبغي ويجب لنا أن نتكلم عنها. أشكركم أحبتي على حسن المتابعة والإصغاء، لا تنسوا الاشتراك معنا في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يأتيكم جديد القناة. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.